سنين طويلة وحنا ملي كنبغيو نشتغلوا على حقوق النساء وعلى قضايا المساواة والنوع الاجتماعي كنشتغلوا فقط وحصريا مع النساء وكنتسائلوا شكون اللي مخلي بزاف ديال النساء كيتصطدموا بعراقيل ومقاومات كتمنعهم من التمتع بحقوقهم وتغيير السلوكات التمييزية في محيطاتهم. هاد العراقيل والمقاومة اللي كتعيق هاد المكتسبات شنو سببها في نظركم؟ من بين الأسباب الواضحة هو أنه هاد المدة كاملة اللي داز في تمكين النساء وتقوية قدراتهم ما كانش بالموازاة للاشتغال مع الرجال وتوعيتهم بقضايا المساواة والنوع الاجتماعي والوضعية ديال النساء والرجال في ظل هاد النظام الذكوري اللي كيرسم لنا حياتنا وكيفرض علينا نوع محدد من العلاقات بيننا كنساء ورجال اللي فيها تفاوت وماشي متساوية وفيها بزاف ديال الحقرة والتمييز. من هنا جات الفكرة من هذه بضع سنوات للاشتغال على الرجوليات أو لا ماسكولينيتي واللي هو إشراك الرجال والاشتغال معهم على قضايا النوع الاجتماعي والمساواة على بزاف ديال المستويات سواء في الفضاء الخاص أو العام وعلى اختلاف طبيعة العلاقات بيناتنا. حنا كنساء ورجال كنتبناو في ظل نظام ذكوري اللي كيعطي بزاف ديال الامتيازات للرجال وكيحط النساء في موضع ديال الحقرة والتمييز. وهنا كتجينا لبالنا فكرة التنشئة الاجتماعية ولا لا سوسياليزاسيون واللي كنقصدوا بها كاع المسار اللي كنمروا به كنساء ولا رجال واللي كنتبناو فيه وكنتعلموا فيه كيفاش نوليو رجال او نساء وكيفاش نأديو الدور ديالنا بدون مجال الغلط. هذا البناء اللي كيبدا من صغرنا حتى كنكبروا عن طريق بزاف ديال الوسائل وفضاءات مختلفه عن طريق الالعاب في التلفازه في المدرسه في الوسط العائلي وفي الحومه. ملي كيعطوني انا طوموبيل او فردي فكيعلموني نكون صحيح وقوي وعنيف وكنطمح للملكيه باش نقوم بدوري كحامي وكمعيل. وملي كيعطيوني مونيكا فكيعلموني انا كبنت نكون حنينه وحساسه وكيوجدوني لدوري في تربيه الابناء والاهتمام بالفضاء الخاص. من هذه المرحله ومن خلال الاشتغال على الرجوليات فاحنا كنوضعوا موضع تساؤل هذا النظام والميكانيزمات اللي كيشتغل بها. وكيجي الاشتغال على الرجوليات كذلك حيث ماشي كلنا بحال بحال ووضعنا في قالب واحد وهو اضطهاد وعنف ممنهج خصوصا على النساء ولكن حتى على الرجال. والامتيازات ما خصهاش تبقى في كفة واحدة